بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن شرح متن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نن من خبري كودا أغي متن كتاب باركي شاغا أصول الثلاثة ورتوي شاغا دري كتاب دي دري أصول دي ده أغي باركي لن خبري كو. نعم، قبل أن نبدأ نسأل أسئلة خمسة. مخكد دينا شمون شروكو يو بينزا سوالونا دي شاغا كو. السؤال الأول، أولاً سؤال، لماذا ندرس التوحيد؟ من ولي التوحيد وايو؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. زكاة التوحيد ده الله رب العالمين فبندقانه باندي حق ذي. خلقنا لنوحد الله. من ده بارا بايدا شيويو جد الله رب العالمين توحيد وايو أغي أوازي وقرنو. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله رب العالمين ده التوحيد ده بغير هدسي وعمل نقبلي. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة ده موحدنا بغير بلسوق نشت للي. تكثير الحسنات ده نيكيو ديروالده، تكفير السيئات ده بديو كموالده. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ بيك تانا سوك تبوسك جاء آية موحدي، تقول نعم أنا موحد. طور طويت بالكل زي موحدي. يقول لك ما هو التوحيد؟ تبوس ده نكيجي التوحيد سشهده. إذا كنت لا تعرف التوحيد نقول هذا كذب، هذه شهادة زور. كثرت تبت التوحيد بان نبوي قورتيت نيم خبر سدين ودا دروغ شو هذا دروغ خبر شو بيا. ثم قد يسالك ايضا يقول هل انت مشرك؟ بيدنا ذا تبوس كجاي انت مشرك يجب التوحيد ني خبر. تقول اعوذ بالله انا لست بمشرك انا موحد. تبويت اعوذ بالله ذا مشرك ني وذا موحد. ما يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ بيدنا تبوس كج ذا الشرك الله دروان حرام كده ذا شيء. اذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري. نقول لك ترى شركنا ني خبر دي امكان اشتجتب الشرك اكبر كبروتي وزان خبر. اذا اهم ما علينا تعلم التوحيد والعمل به. نو ضروري خبر هذا شي من التوحيد ياتكو وبها غيبان عملوكو. نعم، واهم ما يجب الحذر منها الشرك، فلا بد ان نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله اعلم. او ضروري خبر داهم دا چې موږ شرک مو او په جنو ځانم ته اوساتو او نور خلکم دا غینه اوساتو.